عسلامة ومرحبا بكم. Je suis votre conseillère santé au Palais Recordati. وكيما استنسنا اليوم نرجع لكم بالصحة جديدة. شهر رمضان قريب، إن شاء الله مبروك علينا ونصوموا بالصحة. كيما نعرفوا في رمضان برشا عباد تقلقهم معدتهم، باش نشوفوا مع بعضنا علاش. الصيام في حد ذاته حاجة باهية للبدن والروح، أما المشكلة في بعض العادات الخايبة اللي يعملوا نقلق في المعدة. في رمضان نصوموا 14 ساعة ومن بعد ناكلوا كونتيتي كبيرة في شوية وقت، ناكلوا بزربة من غير ما نمغضوا بالكداء، ناكلوا حاجات بنينة أما ما هيش صحية كما المقلي، جبونات والحار والماكلة المفوحة. زيد على هذا الكل كي نكملوا ناكلوا نتكاو، نرقدوا مخر والمدة غير كافية. هذا الكل يخلي قريب شطر التوانسة تصير لهم بعض المشاكل والقلق كما الحريق والجاير، القرح والقبض. الحريق والجاير يجيهم الحموضة الزايدة في المعدة، وكما ينجم يكون فم المعدة محلول ويخلي الحموضة تطلع للبلعوم وتعمل الحريق، واللي تزيد تكثر كيف نطبسوا ولا نتكاو ديريكت بعد ما نتعشى. حاولوا تاكلوا في عقلكم وتمغضوا الماكلة بالكداء، وتتجنبوا أكثر ما يمكن المقلي والحار والشوكولاتة. حاولوا ترقدوا بالكداء وعلى الأقل بعد بساعتين من الماكلة. راسكم أعلى من ساقيكم على فرش أنكليني ما بين 12 و 15 سنتي ولا على زوز مخدد. نقصوا من الميزان ونبطلوا الدخان. تستشير طبيبك باش يعطيكم الدواء المناسب لحالتك. نصيحتنا اليوم وفات، نتقابلوا المرة الجاية في فيديو أخرى وإن شاء الله ديما لاباس.